أهلا بكم في درس جديد من دورة التمرس على استخدام منصة كودالتي. وبعد أن قمنا بإتمام جميع المسائل الخاصة بموضوع Accounting Elements، ننتقل الآن لموضوع جديد وهو Prefix Sums، والذي من خلاله نقوم هنا بالتراكم وحساب هذه المصروفات وجمع القيم السابقة إليها. فمثلا لدينا هنا هذه المصروفة، الخانة الأولى لدينا القيمة الأولية، والخانة الثانية لدينا القيمة الأولية والقيمة الثانية، والخانة الثالثة تضم جميع القيم السابقة بالإضافة للقيمة الحالية وهكذا. ورأينا كيف نستطيع القيام باستخدام هذا المنطلق، وذلك من أجل القيام بالتحسين على مسائل كما رأينا في الفيبوناتشي. فنقوم بالاعتماد على الخانات السابقة التي نقوم بالتراكم على أساسها وحساب القيم عند النقطة الحالية. وهناك الكثير من المسائل الخاصة في هذا المجال، كما نرى هنا بعض المسائل وبعض المعطيات من أجل القيام بالحساب. ننتقل الآن إلى حل هذه المسائل المتعلقة في هذا المجال. فنبدأ بمسألة Passing Cards. كما تعودنا نقوم أولا بقراءة هذه المسألة وبعدها نقوم بالحل. فهنا تقول مسألة: Non-empty array A consisting of n integers is given. The consecutive elements of array A represents consecutive cars on a road. Array A contains only zeros and or ones. Zero represents a car traveling east, and one represents a car traveling west. The goal is to count passing cars. We say that a pair of cars PQ, where P is greater or equal to zero, and also smaller than Q, and Q smaller than N. فهنا لدينا هذه المصفوفة المعبرة عن السيارات نسبة إلى هذه الرموز. إما أن تكون السيارات متجهة نحو اليمين أو نحو اليسار، نحو الشرق أو نحو الغرب. فإذا كانت صفر فهذا يعني أنها تتجه نحو الشرق، وإذا كانت واحد فهذا يعني أنها تتجه نحو الغرب. فيتكون لدينا أزواج من هذه السيارات المتصادمة، أي لدينا تلاقي بين هذه السيارات. فمثلا لدينا هنا السيارة عند الصفر وعند الواحد، لدينا تلاقي هنا، وذلك لأن هذه السيارة تتجه نحو اليمين وهذه تتجه نحو اليسار، فهناك تصادم. وأيضا عند الاندكس صفر وعند الاندكس ثلاثة لدينا هنا تصادم أو زوج، وأيضا عند الصفر وعند الأربعة لدينا زوج وهذه ثلاثة، وأيضا لدينا هنا عند الاثنان وعند الثلاثة زوج، وعند الاثنان وعند الأربعة زوج. فبالتالي في المحصلة لدينا خمسة أزواج من هذه السيارات التي سوف تتلاقى على الطريق لأنها تسافر في اتجاهات متقاطعة. علما أن تابع السولوشن الذي يجب أن نقوم بكتابته سوف يقوم برد ناقص واحد في حال كان عدد هذه الأزواج أكبر من مليار. فهنا نسبة إلى هذا الشرح وهذه المعطيات، فهذه المصفوفة سوف تقوم برد خمسة بالتعبير عن خمسة أزواج، فلا أقوم برد هذه وإنما فقط أقوم برد خمسة. علما أيضا أن N كإنتجر هي موجودة ضمن الرينج من الواحد إلى مئة ألف، والخانات الخاصة بA هي إما أن تكون صفر وإما أن تكون واحد. فنبدأ أولا بتحليل هذه المسألة. فمثلا دعوني أقوم بجلب هذه المصفوفة هكذا، وقلنا هي passing cars. فنبدأ من خلال هذه المصفوفة والتي هي يقوم بكتابتها هكذا بهذا الشكل. فهنا إذا قلنا بالتحليل، فكما قلنا أن الصفر يعبر عن السيارات التي تتجه نحو الشرق هكذا، والواحد يعبر عن السيارات التي تتجه نحو الغرب هكذا. فهنا لدينا نحو الشرق، نحو الغرب، نحو الغرب. فلدينا هنا هذا التقاطع، وأيضا السيارة الأولى مع السيارة في هذا الاندكس والذي هو ثلاثة، صفر واحد اثنان ثلاثة، وأيضا عند الصفر والأربعة لدينا ثلاث أزواج تمام. وأيضا عند السيارة الثانية هنا لدينا هذا الزوج وأيضا هذا الزوج، فهنا لدينا اثنان. فبالمحصل لدينا خمسة أزواج. فكيف أستطيع القيام بتحليلها؟ نستطيع القيام بذلك من خلال القيام بالإشارة إلى السيارات التي تتجه مثلا نحو الشرق، فأقول هنا، يعني أقوم بتعليق هذه، فهنا أقوم بإنشاء متحول يعبر عن east cars يساوي صفر في البداية، ومن ثم لدينا هنا الكاونت الأخير الذي يعبر عن عدد هذه الأزواج، يعني أقول pairs مثلا يساوي أيضا صفر. ففي كل مرة نقوم هنا بملاقاة صفر في هذه المصفوفة، فسوف نقوم بزيادة واحد وذلك
على الإيست كارز، وإلا مع سيارة تتجه نحو الغرب فسوف نقود بزيادة على الأزواج. فهنا مثلا نبدأ، هذه سوف تكون واحد، تمام، ومن ثم عند الخانة الثانية فنقوم بإسناد السيارات الموجودة في الإيست إلى الفيرس والتي هي واحد. بعدها نقول هنا عند هذه السيارة نقوم بزيادة بمقدار واحد وتصبح هذه اثنان، ومن ثم هنا هذه تتجه نحو الغرب نحو الويست فنقوم هنا بإضافة السيارات الموجودة في الإيست وهي اثنان. لماذا؟ لأن هنا هذه السيارة سوف تتصادم مع هذه السيارة ومع هذه السيارة اثنان، ومن ثم عند هذه السيارة نقوم بإضافة إلى البيرز السيارات المتجهة نحو الإيست نحو الشرق وهي أيضا اثنان، وذلك لأن هذه السيارة سوف تتصادم وتجتمع مع هذه السيارة ومع هذه السيارة، وبالمحصلة لدينا هنا خمسة. دعني أقوم بكتابتها، وهنا نبدأ كما قلنا صفر صفر، وبعدها من أجل جميع هذه السيارات كار الموجودة في N، إذا كانت كار تساوي صفر فهنا عند الإيست كارز قم بزيادة واحد، وإلا فهنا قم بزيادة على البيرز وذلك بمقدار الإيست كارز، تمام. وفي النهاية نقوم بالاختبار، ففي حال مثلا نسبة إلى هذا الشرط والذي هو مليار، فإذا كانت البيرز أكبر من مليار فبالتالي ريتيرن لناقص واحد، وإلا قم برد هذه البيرز بهذا الشكل. دعوني الآن أقوم بجعلها كتابع، فنقول هنا solution نسبة إلى A هكذا بهذا الشكل. دعوني أقوم بالتجريب، نقوم بجلب هذه الـ A هكذا ونقول solution عليها، نرى هناك فقط برد خمسة، ممتاز. لنقوم الآن بالاختبار ونقوم بالتحويل إلى لغة بايثون لنرى، جيد جدا، إذا هي تعمل دون إشكالية. لنقوم الآن بالسبمنت ونرجع المحصول على نتيجة 100%. ممتاز، وبهذا الشكل حصلنا على سكور 100%، وقمنا بحل جميع هذه التجارب وذلك بتعقيد N، تعقيد ممتاز نسبة إلى هذا الكود البسيط الذي قمنا من خلاله بتحليل المسألة تحليلا بسيطا واضحا وسهلا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.